السلام عليكم متابعي متابعات شاف مقا، حياكم الله. إذا كنت أول مرة تدخل القناة فعل زر الجرس واضغط على لايك كي يصلك كل جديد. موعدنا إن شاء الله بحول الله اليوم مع طبق جديد آخر، حياكم الله، هيا بنا. وعلى بركة الله طبق اليوم سان بيير بصلصة البحار، بيس سان بيدرو إن صلصة مارينيرا، بيس سان بيدرو إن صلصة مارينيرا، يعني السان بيير بصلصة البحار. المقادير كالآتي: عندنا هنا 650 غرام ديال الفيلي ديال سان بيير، عندنا هنا زيت الزيتون، عندنا الملح، عندنا ورق الغار سيدنا موسى، عندنا ملعقة من الفلفل الأحمر، عندنا هنا 3 ديال الفصول ديال الثوم، عندنا هنا قليل من دقيق الفارينة، عندنا هنا مرق السمك، عندنا هنا قليل من المحار 100 غرام، عندنا 6 حبات من القمرون الكروفيت أو الجمبري، حياكم الله. دابا غادي ندوزو نقيو الكروفيت ديالنا اللي غادي نديرو به ديكوراسيون على هذا الشكل. هذا نعملكم واحدة باش تشوفوا. بسم الله، على هذا الشكل هكذا بلا ما نفصلو الرأس بحال الشكل هذا كما ترون. غنشدو السكين وغادي نفلحوه من الوار من الظهر ديالو بحال هذا الشكل. هذا دابا نحصلو على واحد ديكوراسيون معينة، نحيدو هاد المصرى اللي عندنا وسط هذا هكا، وغادي نحطو هكذا. غنشدو الثانية بسم الله هكذا كما ترون في الصورة، بلا نفصلو الراس. هنا نخلي الديل ديالو لاصق، نجيو لهنا بهذي بسم الله هكذا، وغنكرر العملية مع الكروفيتات ديالنا كاملين على الشكل هذا كما ترون هكذا. نكرر العملية، نبدو نفصلو الراس عند الصدر، نطلعو هاد البلاصة هاهي هكذا. نجيو هنا ناخدو السكين، نكرو هادي المشاركة هنايا بحال الشكل كالآتي. شنو غنستغلو إن شاء الله بحالو هما اللي غيعطيونا واحد المنظر جميل إن شاء الله بطلق ديالنا. دابا غادي ندوزو نقطعو الفيلي ديال سان بيير ديالنا كالآتي، نشدو بحال هكا بسم الله، تما نقطعو أشكال كما حبينا، الشكل هدا بحال هدا الشكل هدا، الغول تما هنايا هدا الباقي حتى هو هكدا. ومن بعد ما قطعنا الشرائح ديالنا لاحظتوا انا حطيت هنا واحد البابي ديال الكوزينه سربيات ديال القطن اللي كان عندنا تنشفوا السمك ديالنا وما ندوزوا الاعداد ديالو. ضروري العمليه الحوت خصو دائما يكون يابس ناشف من الماء، راه تيتبدل المذاق ديالو 380 درجة، حياكم الله. هاد الطريقة هادي تميز. ودابا ندوزو إن شاء الله بحول الله نقطعو شرائح السنان ديال التوم ديالنا أو فصوص التوم. بسم الله، ودابا ان شاء الله بحول الله غندوزو سميتو على العافيه او النار باش نبدا نوجدو الطبق ديالنا. بسم الله على بركه الله، نشعلو النار ديالنا كما ترون، المتعه المعتدله. نحطو البلانشا ديالنا او الجريل ديالنا باش غنماركيو السمك ديالنا قبل ما نمشيو نصايبو لاصوص مارينير او الصلصه المارينيرا او صلصه البحاره. يعني الطبق ديالنا اليوم ان شاء الله بحول الله سميتو بيس سان بيدرو ان صلصة مارينيرا، او سمك سان بيير بلاصوص البحار او لاصوص مارينيير. بسم الله على بركة الله، نضيف زيت الزيتون. وبالنسبة للسمك ماشي ضروري يكون سان بيير او بيس سان بيدرو،
هذايا. Pedro de salsas al marinero, con salsa marinera. ها إن فوا غادي تفتحنا المحار ديالنا والصوص ديالنا غتستر غيكون الطبق ديالنا جاهز. وهادو أطباق المطاعم، هادو أطباق المدارس، أطباق اللي يمكن الإنسان يتعلمهم سواء يخدم بهم سواء يديرهم في دارو مع وليداتو ولا ضيافو. يعني راه ما شاء الله الرائحة اللي خارجة من الطبق، يعني عناصر منسجمة ما مكترينش عليهم بزاف الحوايج، معاملة بكل حب وحنان البرودوي كنتهلاو الله فيه. فانتو كتشوف نتيجة مرضية، الصوص ديالنا مش كتشوف كيش خارج راه ملبية، كتشوف داك تشوب تشوب ويشوف داك تشوب تشوب تتخرج ثقيلة. عربي أن العناصر على مستوى الذرة، على مستوى الأطوم، على مستوى العناصر هناك انسجام. ان شاء الله بحول الله غيكون الطبق غادي تضيفوه لائحة الاطباق اللي غادي تتميزوا بها في البيت ديالكم او في العمل ديالكم، حياكم الله. وهذا الطبق ديالنا هو وجد، هذا الطبق هذا من ارث البحاره او ما يقال المارينيروس، يعني من ثقافه البحاره جاي الطبق هذا، من ثقافه سكان الشاطئ، حياكم الله. صافي كنتو على الطبق ديالنا، نشوف دابا ان شاء الله طريقه التقديم. وها لاصوص ديالنا، شوف بسم الله ان شاء الله المحار ديالنا تفتح والصلصة كبيرة، نضيف الملح بسم الله، الله أكبر بسم الله ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. طريقة التقديم كالآتي، نديرو طبق وفي حالة ما درتو أكثر من واحد نكرر العملية. بسم الله San Pedro salsa marinera. Va. Defo. Pedro Vega. Sola. Va. Va.
الحل اللي حليناه هو الحركة الكهربائية. سيدي ومن بعد ما ضفنا الطبق ديالنا لاصوص عندنا اللبسه الاخيره وبهار الزيتون كنا نتميزو بالطوكي دي شيف هكذا كنا على الكونتراست بين الاسود بين البرتقالي وقليل من الاخضر بسم الله هكذا كنتم مع طبق سان بيير لاصوص البحاره او سان بيدرو كون صلصة مارينيرا طبق تميزوا به لا في الحفلات ديالكم ولا في المحلات ديالكم انصحكم به رائحة البرح في الطبق يعني البحر والطرسيل حياكم الله خوتي خواتاتي فعلوا زر الجرس وضغطوا على لايك اذا عجبكم المحتوى بارطاجيو هنالك المزيد ان شاء الله بحول الله لن نبخل عليكم لا بالتقنيات ولا بالمنتوجات يعني ان شاء الله بحول الله هناك علم غزير بفضل الله عز وجل سوف نشارك مع جميع الإخوة والأخوات